قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. صباح الخير عليكم ويوم جميل إن شاء الله النهاردة. وكان مهم إن أنا كالعادة يعني أجي واطمن واشوفكم وابلغكم تحياتي وتحيات كل المصريين على الجهد اللي انتم بتعملوه. انا طبعا متابع يعني فتره الاعداد، ودي المرحله الاولى اللي خلصت، واتصور النهارده كمان في فرصه او في زياره للاسر لكم ان شاء الله تبقى زي ما قلت كده يوم جميل. أنا سعيد جداً جداً بالجهد والمستوى اللي انتوا وصلتوا له، لكن لسه قدامنا فترة كمان نكمل فيها، نبذل جهد أكتر ونحسن من قدراتنا ومن مستوياتنا. وفترة الإعداد والتأهيل أو فترة إعادة ترتيب يعني فهمنا وقدراتنا من المنظور المدني للمنظور العسكري تكلل بالنجاح إن شاء الله. طبعاً أنا عايز أقول لكم إن أنتم الجيل الجديد اللي مسؤول عن أمن مصر واستقراره خلال إن شاء الله السنين اللي جاية، وده أمر مهم خطير جداً، ده بتقدم له الغالي والنفيس، يعني بتقدم له الروح والنفس من أجل الحفاظ والحماية على مقدرات شعب ودولة فيها 100 مليون إنسان. ده مهمة مقدسة وشريفة وعظيمة جدا، واللي يتصدى لها أكيد هو إنسان عظيم وشريف ومخلص وأمين عشان يحمي بلده ويحمي ناسه يعني. فدي لسه أول لبنة وأول خطوة لكم في هذا الطريق الصعب، لكن أنا متأكد بجهدكم وبجهد القائمين على هذا العمل في الكلية وفي القوات المسلحة أنتم هتبقوا إن شاء الله قادرين على تنفيذ ده. أنا يمكن ما جاتش فرصة أتكلم معاكم قبل كده، لكن دايما أقول لك أنك أنت النهاردة وأنت موجود في الكلية أنتوا كلكم جايين بمستوى تقريبا واحد، و ما فيش عليكم أي حاجة، يعني لا ليك ولا عليك. إن خليت بالك من نفسك وجهزت نفسك كويس واهتميت من أول يوم بكل شيء، هيبقى شكلك بعد شكلك ومضمونك يعني كظابط مرشح إنه يبقى ظابط، يعني هتلاقي نفسك في خلال المدة المقررة ليك حسب 3-4 حسب بقى، إذا كان الكلية الحربية والبحرية كليات الأخرى الطب وكده، هتجد نفسك في نهاية المدة مستواك حاجة مقدر جدا ومحترم جدا. فابذل جهد واهتم، انت ما عندكش غير انك تركز في اللي احنا بنعمله ده فيما يخص الإعداد والتأهيل. يعني على مستوى ان احنا نتعامل ازاي مع بعضنا، وانا الكلام ده بتكلم فيه كتير وبقول دايما مهم قوي ان احنا نحترم بعض قوي، ونخلي بالنا من كل لفظ بنطلعه عندما نتعامل مع أنفسنا ومع الآخرين. مفيش إساءة، مفيش، والانضباط مش الانضباط ده بيبقاش سلوك بيتم إعداده وتجهيزه وزرعه في الإنسان بالعنف أو بالإساءة أبدا. ده يعني برنامج طويل جدا جدا للإنسان مع نفسه وللكلية معاكم إن شاء الله. مش عايز أطول عليكم عشان الطابور بتاعكم، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله كمان أتمنى للأسر النهاردة أنهم يساعدوا بيكم. يعني طبعا مش هوصيكم على الإجراءات اللي احنا بنعملها دلوقتي أو حتى مع أهالينا طبعا أثناء اللقاءات، يعني عشان موضوع الجائحة وإن ما يكونش لها تأثير. انتوا عارفين احنا
الكلية والناس اللي موجودة كلها، ده مكان مغلق ولازم يبقى دايما كده نسبة إن شاء الله، يعني إن شاء الله نسبة الإصابة صفر. مرة تانية سعيد بيكم وباللي أنا بسمعه وبالمستوى اللي أنتوا وصلتوا له، ولسه إن شاء الله أكتر وأكتر تحققوه خلال الفترة القادمة. ربنا يا رب يحفظكم ويوفقكم ويحفظ بلدنا من كل شر وسوء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شاهد عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راق خلال فترة الإعداد العسكري. كما شاهد السيد الرئيس عددا من الأنشطة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء، أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد سيادته عددا من ميادين التدريب المطورة. وميادين الفروسية. والموانع المختلفة وحلقات الاشتباك أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدون من الكليات والمعاهد العسكرية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدد من أسر الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية. من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبنائهم عليها، معربين عن كامل سعادتهم لانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة. احنا ولادنا في ده مصر، ربنا يخليكم ويخلي ولادنا. هو ولادنا طول ما احنا شاكرين مصر دي بسيادتك وبالقوات المسلحه وبالشرطه وبرجالتها دول ان شاء الله طبعاً. ان شاء الله طبعاً. فوق الدنيا كلها. انا واقف مع اسره الطالب جورج، وهنا في نقطه استوقفتني، ده مش هو بس، ده هو وحتى والاسره اللي قبل منه. الأسر دي يا إما قدمت أب شهيد أو أخ شهيد. في حالة جورج الأسرة قدمت أخو جورج شهيد، كان ضابط واستشهد، ولما جه صحيح يستحق التحية. كل أسرة قدمت شهيد أو مصاب سواء كانوا موجودين معانا هنا أو مش موجودين يستحقوا التحية. بس اللي أنا عايز أقوله، أصل إحنا بنقول الكلام دوت والناس ما بتصدقش،
مش الناس اللي في مصر، لا الناس اللي في مصر مصدقه لان هي اللي بتعمل كده. لكن انا بقول النموذج اهو، النموذج حي قدامنا اهو. الشهيد اتقدم وراح عند ربنا لاجل خاطر بلده مصر ولاجل خاطرنا، والاسره لم تتردد في انها تقدم ابنها يخش نفس المسار. تفتكروا الدوله والشعب البسيط خالص اللي هو اهلنا كل المصريين، غالبيه الناس زي حالتنا كده بساط يعني، يعمل كده؟ تفتكروا البلد دي تضيع؟ ربنا يضيعها؟ لا ما تضيعش. متشكر، كتر خير، كتر خيرك، متشكر. ربنا يخليهم ويحفظهم ليكم وتشوفوهم في احسن حال. سعيد ان انا التقي بيكم، وانا ما عدتش على كل الناس، وارجو ان ده يعني تقبلوا يعني اعتذاري لكده، معلش. لكن ارجو ان احترامي ومحبتي لكم تصل لكم جميعا، وارجو ان تحيتي وسعادتي مش انا بس، انا وكل المصريين. وزي ما كنت بتكلم يعني لما التقيت باسر الشهداء، سواء كان الشهيد اب او الشهيد اخ، يعني الام اللي قدمت ابن شهيد لم تتردد انها تقدم ابن تاني لنفس المسار، والام اللي فقدت زوجها وسندها وتألمت من وبتتألم من فقد الزوج برضو ما ترددتش انها تقدم الابن. اللي انا عايز اقوله هنا ان بيكم تاني كأسر، أسر مصرية عادية خالص، هي دي اللي الدولة بكتافكم بعرقكم بعطائكم قايمة مصر وعايشة، وهتفضل قايمة وعايشة إن شاء الله. فأرجو إن أنا عدم يعني إن ما جاتليش الفرصة إن أنا أسلم على الجميع، إن سلامي يصل لكم، وأهلا وسهلا بيكم، وكل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم جميعا، مش باسمي أنا بس، باسمي وباسم كل مصري ومصرية موجودين على الأرض ديت، عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى بأمان وسلام، بفضل عطاء أسر قدمت أبنائها وأزواجها لمصر عشان مصر تفضل مصر. وبفضل الله سبحانه وتعالى مش عايز أكون يعني أخد بس الوقت بتاعكم مع أبنائكم وبناتكم عشان يعني تستمتعوا بيهم، عايز أقول لكم مصر بفضل الله، وخدوا الكلام ده وسجلوه عليا، مصر إن شاء الله هتبقى حاجة جميلة بفضلك يا رب، بفضلك يا رب وبفضلكم، بفضل عرق وجهد وإخلاص كل إنسان موجود على أرضها. لسه كتير قوي قوي بنتمنى من ربنا انه يساعدنا ان احنا نعمله، وهنعمله بفضلك يا رب. طول ما ربنا موجود معانا ان شاء الله كل حاجه هتبقى متيسره. وزي ما قلت مره قبل كده وبكررها، من كام سنه كان ساعتها الظروف صعبه قوي، وكان ساعتها الموقف الاقتصادي قاسي قوي، فقلت الحديث القدسي اللي اتشرف ان اكرره تاني، لما الحق سبحانه وتعالى يقسم يقول وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجبوا أصحاب الحيل. انتوا عارفين جلال الله وعظمته ده حاجة عظيمة قوي، لما يقسم القسم ده احنا بنتمسح في القسم ده، ان ربنا يساعدنا ويرينا فيه عجائب قدرته. يعني مرة تانية برحب بيكم أهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين، ومتشكر جدا، شكرا جزيلا، كتر خيركم.